السلام عليكم جميعا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في احلى وصفه معمونه، وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى بصوا، انتوا طبعا شايفين 4 حاجات على عين البوتاجاز، تقولوا ايه ده؟ هي ايه ده؟ منى بتعمل ايه؟ انا النهارده دي افكار لاكل البيبي، افكار سهله جدا جدا وطعمها حلو. بس في ناس بتقول انا بسلق الخضار يا منى او كده، وبيبقى اجي بضربه بالميكسر يبقى عامل زي الميه ومش ماسك نفسه، والبيبي مش بيحبه. اولا الوجبات دي من بعد سن 4 شهور، يعني من سن الرضيع بعد 4 شهور. طيب وانا بسلقها ازاي وايه الطريقه علشان ان هي تطلع متماسكه واحنا بنضربها بالميكسر وما تبقاش يعني زي الميه كده خالص؟ طيب وكمان تمشي برضو الوجبات دي لبرضو 6 شهور. انا النهاردة عاملة ايه؟ دي فاصوليا خضراء مع بطاطس، لان الميكس ده مع بعض بيبقى طعمه حلو. انا سلقاها هو على نار هادية، اهي الفاصوليا مع البطاطس، الميكس ده بيبقى طعمه حلو. خلي بالكوا البيبيهات ذوقة جدا، مش اي اكل وخلاص بجد، حتى تقول ده هو مش بياكل. طب الاكل اللي انت عاملاه مش حلو، طعمه مش حلو، هم ذوقين جدا جدا، خلي بالكوا. فهقول لكم بعمل ايه عشان الحاجات تبقى طعمها حلو، وعشان ان هو يطلع معايا قوامه كتير. بصوا المية، كمية المية مش كتير خالص ولا في التفاح، وده تفاح برضو من الاكلات اللي الرضع التفاح. بصوا كمية المية عشان لما اجي اضرب التفاح تطلع متجانسة كده، مش مية وطعمها حلو يحب ياكلها. اهو ده تفاح، عايزة تعملي معاه تضربي مع اي فاكهة تانية زي موزاية، نص موزاية او كده، تمام. بس انا بوريكي دلوقتي طريقة سلقه بحيث ان هو ما يبقاش زي المية. بصوا كمية واحنا بنضربه، كمية المية مش كتير، بصوا يا دوبك مغطية التفاح. والاول هسلقه على نار عالية لحد ما يغلي شوية، وبعدين بوطي عليه عشان ما موتش الفيتامينات اللي فيه، بوطي عليه. واول ما اعمل كده بالشوكه عشان بس تعرفوا ان هو استوى، مهرهوش الشوكه بتخش فيه، هو لسه ما استواش طبعا، لكن لما يستوي هتلاقي الشوكه بتخش فيه وتطلع بكل سهوله. يبقى اقفلي، لان كتر التسويه في الخضار او الفاكهه الفيتامينات هتموت اللي فيه. يبقى احنا عملنا ايه؟ احنا عايزين الاكل يبقى بقيمته الغذائيه. الاكل ده فيه حته لحمه، اهي قطعه لحمه بسيطه، لان البيبي اللي عندي عنده 7 شهور. طبعا بعد 4 شهور ما يعني لا يستحب ان احنا نبدا، طبعا ما نحطش قطع فراخ او كده. دي قطعة فراخ، وهبدأ اهو حطيتها. لازم طبعا نخلط كويس جدا عشان اتأكد ان كل الخضار اتطحن مع قطعة الفرخ، ما بقاش فيه اي تكتلات، علشان يبقى طعمه حلو ومستساغ والبيبي يحب ياكله. لان قلت لكم البيبيهات دي ذوقه جدا. انا عندي هعصر عليه قطرات من الليمون، لان ما ينفعش نستخدم ملح، شويه ليمون كده طبعا مش كتير. ده من سن 7 شهور الاكل دوت اهو، ممكن تديه كمان من سن 6 شهور مفيش مشكلة. بس وبدوق كده ليمونها، ما تكونش طبعا حادقة قوي ولا تكون يعني تكون ليمونها معقول، فيحبها جدا البيبي وهياكلها. انا كان عندي اهو باقي من الخضار اللي انا سلقته اهو، بصوا حطيته في كيس ثلاجة، واحطه في الفريزر، ولما احب استعمله اطلعه للبيبي واضربه. بس انا حطاه بصوا مش مضروب زي ما هو صحيح، ان انا الدكتورة كانت قالت لي كده لما بسألها الاكل البرطمانات ولا الاكل الطازة. طب ما الواحد ساعات ما بيبقاش عنده وقت ان هو يعمل اكل للبيبي دايما او كده، فقالت لي اعملي بزيادة والباقي تحطيه في مش بس مش مضروب زي ما هو كده مستوي في الفريزر، وتاني يوم نطلعه او اليوم اللي بعديه. طبعا هو مش بيقعد وقت طويل في الفريزر، ان احنا بنستعمله على طول وبنطلعه للبيبي في اليوم اللي بعده او اليوم اللي بعد بعده، مفيش اي مشكلة خالص، وهو زي ما هو كده في الفريزر بس مش مضروب، صحيح. وبس فده بيوفر علينا وقت وجهد كتير جدا. عندي اهو الجزر اللي انا سلقته، وعندي اهي البرتقانة، هعصر البرتقانة زي ما هي مش خففها بالمية. ده اكل بيبي 7 شهور، عادي يقدر نخلط عصير البرتقان زي ما هو كده مع الجزر. ده بقى عايزة اقول لكم ان العصير ده بقى او الجزر مع البرتقان ده يعني المناعة اللي دايما ابنها بيعي على طول، عايزة تحافظ عليه من البرد وتقوي مناعته، دايما تعمل الحركة دي دايما دايما دايما. يعني انا لما بقيت اعملها يوميا لقيت فرق كتير كتير في موضوع الزكام بالذات. يعني اصلا الجزر الابحاث عملت عليه ان هو بيعالج الزكام، حلو للزكام ونزلات البرد وبيعلي المناعه. فانا هعصر البرتقانه، غسلتها وهعصرها وهوريها لكم.
انا هو عصرت البرتقانه وطبعا صفيت عشان اتاكد ان ما فيهاش اي بذور او اي حاجه نازله في البرتقانه، وبعدين هصب اهو عصير البرتقان بتاعي بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اخلط. هنضرب بقى التفاح هو اللي احنا سلقناه اهو، قلنا ما قرصناش عليه في السلق بالبلندر. ادي التفاح اهو، بصوا القوام زي ما بقول لكم، علشان احنا ما قرصناش عليه في التسويه ما هرناهوش. عامل للبيبي يحب ياكله، عامل زي الاب عامل زي الابل موس اللي هو موس التفاح. بصوا ممكن تضيفوا مع معلقه لبن حليب، حليب البيبي طبعا مش اي حليب، بتاع الحليب البيبي يتحط هنا عليه، معلقه زي البودره وتتقلب فيها كده وتخففها بنقطه ميه بسيطه. ساعات انا بعمل كده، ممكن تضربوا معاه حته موزه او اي فاكهه تانية انتوا تحبوها، يعني اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. بس بصوا كان يهمني في الفيديو ده اوريكم شكل التفاح، لانه بيبوظ كتير مع كذا ام تعمله للبيبي، بتقول ده بيبقى زي الميه كده ومش بيحبه. اهو هو ده كده، زي اهو زي بتاع البرطمان، بس احنا عاملينه في البيت وعارفين عاملينه ازاي، بدون اي مواد حافظه وفريش معمول في البيت. جربوه البيبي هيحبه قوي، وان شاء الله ما تنسوش لايك لو الفيديو عجبكم، وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل فيديو انا بعمله في احلى وصفه معموله في حفظ الله. مع السلامه.